أما كل عام وأنا جيش. مرحبا وألف مرحبا. كيف يغنى الحب فينا والرجاء بدنا نغنمها مناسبة نشكركم على الحضور ونهنئ فوق هاليوم ونهنئ المحتفى بهن بهذا الحفل البهيج وهما طبعا قامات فنية وإعلامية بارزة ونعتقد أن من خلال التكريم ديالهم وأيضا تكريم المسار ولنضال المرأة المغربية فكل حب وكل تقدير وكل امتنان لكلنا وشكرا للإصرار. بعد ما خصنا نديرو تقييم شنو درنا يمكن العام الجاي خصنا نهضرو ونقولو شنو نجزنا جميل جدا نتلاقاو من أجل الاحتفال ولكن ما كنظنش كنكونوا أوفياء المرأة والمعركة ديالها والنضال ديالها وعلاش نقولوا ربما قبل من هذا وذاك أوفياء ومنسجمين مع القناعات والمبادئ ديالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم التالوت الغنائي والإعلامي المغربي حميد زيري مستشار ثقافي لنادي الفنانين المغاربة ورئيس الفرقة الموسيقية التابعة له. كنحضر اليوم في هذا التكريم ديال الأخت ديالنا العزيزة علينا اللي هي عضو وجزء لا يتجزأ من نادي الفنانين المغاربة الممثلة المقتدرة للا أمل ثمار. وفعلا في هذه المناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة احنا كنوهو وكنا نشيدوا بزاف الأعمال اللي كتقوم بها المرأة المغربية والمكانة اللي كتحظى بها في العالم كامل. المرأة المغربية اليوم أصبحت عندها بزاف ديال المستجدات وبزاف ديال الحقوق وكنتمنى لجميع النساء ديال المغرب وديال العالم نهار وحفل طيب جميل وعقبال السنة المقبلة إن شاء الله.